طيب نفسك في ايه يتحقق؟ نفسي اشوفهم انهم ينجحوا السنه دي ان شاء الله، يدخلوا الجامعه. نفسي افرح بيهم، نفسي اجوزهم، نفسي اطمن عليهم، نفسي في حاجات كتير. نفسي ربنا يتم المستشفى ويشتغلوا فيها، اهم حاجه انهم يشتغلوا فيها، مش يتعالجوا فيها بس، يشتغلوا فيها كمان. نفسي اشوفهم الدكتوره دي احلام كتيره قوي، دي احلام كتيره. ايوه طبعا طبعا طبعا، مش كتير على ربنا، تتحقق كلها. مش كتير على طيب. ربنا. طب انا عايز اعرف حضرتك حلمك ايه؟ شوف، انا ما كنتش متوقع زي ما قلت في بدايه حديثي اني هتعلق بالاولاد دي هذا التعلق الرهيب اللي لا يعلم مداه جوايا الا رب العالمين. فانا شوف، انت لو متجوز ومخلف، حلمك هيبقى ايه لبنتك او هيبقى ايه؟ أنا أضعاف أضعافك، أشوفهم أحسن ناس في الدنيا. أشوف يعني مفيش حد فيهم بيترفض له طلب. أولاً هم كلهم تعليم إنجليزي، وكلهم يعني سافروا، يعني راحوا كل حتة في مصر، ما شاء الله. يعني عشان ما حدش طيب، وبيقعدوا في الساحل الشمالي شهرين، ويعني يعني الحياة وردية عادية طبيعية، ما شاء الله. مفيش عندنا يعني لا ده دي كاني ولا دي ماني، لا خالص. وإحنا ربنا سبحانه وتعالى ميسر للدار، يعني لما جيت أسسها يعني استشاري، يعني جايب فكري من بره وانا جاي معايا، اديته له كده، والراجل عمل لي كل اللي انا عايزه. يعني عندي غرفه التجميد اللي بتاخد 10 عجول، ما شاء الله. عندي غرفه ما شاء الله. التبريد اللي بتاخد عربيه نص نقل فاكهه، ما شاء الله. عندي مخازن شياكه، ما شاء الله. عندي قاعات، عندي يعني عاملها بحيث ان الحمد لله. طيب فيها الاسانسير عشان انا ما كنتش. نعم النهارده بما اننا في اول ايام شهر رمضان المبارك، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. امين يا رب. الاستاذ اللي معايا هنا النهارده، الراجل ده احنا اتشرفنا بيه، من صناع الاحلام. تمام. اللي معايا في البرنامج شريك رحله وشريك فكره وشريك حلم، انا هسيب له هو يكمل الكلام. الحلم بتاعك ده مش حلمك لوحدك، هو حلمنا كلنا. ربنا يكرمك. واحنا كلنا لازم نشارك في الحلم ده. احنا من سنتين كان الاستاذ سعيد جه عندنا في المكتب، وقلنا اتولدت فكره، احنا ابتدينا وانت كمل. الحقيقه انت ابتديت، استاذ سعيد ابتدى، واحنا جايين نحط طوبه معاكم في حلمكم، ونقول الرخام والجرانيت بتاع المستشفى بالكامل عندنا. كل الرخام والجرانيت لمستشفى قلب مصر ان شاء الله باذن الله من AMG جروب افامينا. هي ابتدت والمستشفى لسه محتاجه سراير ومعدات متطوعين وناس كتيره هتقف. انا عارف ان في شهر رمضان وفي شهر الخير ابدا المصريين مش هيسيبوا المستشفى ديت ان شاء الله. احنا ابتدينا وانتم المفروض تكملوا. بشكركم جدا جدا، بشكركم. شكرا لك. انتوا بجد من الناس المحترمين اللي احنا يعني مش عارف اقول ايه. اول مره حاسس ان الكلام مش عارف يطلع من بوقي، بس اللي انا عايز اقوله ان بجد انتوا ملهمين لناس كتيره. ربنا يكرمك. ملهمين لصناع الخير ولصناع الاحلام. ربنا كمان هتكونوا ملهمين للناس اللي بتتفرج علينا، ان كله يمد ايده ويساعد. بشكركم جدا جدا، وبكره حلم جديد ان شاء الله، بس بشرط انه يكون حلم سعيد. اتفضل حضرتك معايا. شاطر. مبروك يا فندم، دي شهاده بالتزام الشركه ان هي تنفذ الحلم. شكرا جدا جدا جدا. وطبعا ان شاء الله باذن الله احنا هنتابع تسليم الاحلام، هنتابع تحقيق الاحلام ان شاء الله باذن الله، وهنتابع الاجراءات كلها سواء جوه شهر رمضان او خارج شهر رمضان. انتظرونا في حلم جديد، بس بشرط انه يكون حلم سعيد.